يعني ايه اللي بكره منتظرين ان احنا نشوف شكل مختلف برضو للنادي الاهلي. ايه احنا استنينا ان مثلا بكره ان شاء الله بيرسي تاو، احمد عبد القادر، ميكوسوني، كل الناس دي كانت موجوده في بعض مباريات الكاس، ولكن خاصه اللعيب زي بيرسي تاو. لعيب بيرسي تاو واحد من الصفقات، اعتقد اغلى صفقه هو في الدوري المصري في الميركاتو، اعتقد ان هو هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وفي التدريبات ماشي بشكل كويس جدا. بيرسي تاو وميكوسوني بكره هيدوك حلول كتير جدا، سواء بيرسي تاو سواء ميكوسوني سواء الشحات سواء عبد القادر سواء قفشه، فانت عندك كميه، سواء كهربا عندك تحت الفراوده كميه حلول كتيره جدا. فاحنا منتظرين بقى. كان معايا امير توفيق وقال ان احنا عندي افضل، يعني النادي الاهلي عنده افضل سكواد موجود دلوقتي في افريقيا. هو طبعا بصراحه واحد واثنين وثلاثه بصراحه